وأن شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية الكريمة بيّن الله سبحانه وتعالى فيها المنهج الذي أرسل به رسله عليهم الصلاة والسلام، وبيّن الله جل وعلا فيها أساس الدين وأساس الإسلام، الذي لا يقوم الإسلام والدين إلا به، مهما صلى الإنسان أو صام أو زكى أو حج إلى بيت الله الحرام فإنه ليس بمسلم أبداً حتى يقوم بهذا الأصل والأساس الذي يبنى عليه الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الأعمال. ولقد بعثنا، أي أرسلنا في كل أمة، أي جماعة من الناس وطائفة وقبيلة وأمة، أرسل الله إليهم رسولاً. فالله جل وعلا أرسل لجميع الأمم رسلاً عليهم الصلاة والسلام، وما من أمة إلا وخلا فيها من نذير ورسول يدعوهم إلى ما جاء في هذه الآية. قال تعالى: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني ما أرسل الله رسولاً إلى أمة من الأمم، جميع الأمم التي على وجه الأرض، ما أرسل الله إليها رسولاً إلا لأمر واحد، وهو أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تكونت من ركنين: الأول نفي العبادة لأي معبود أو إله بالباطل، الركن الثاني إثبات الإلهية والعبودية الحقة لله جل وعلا وحده لا شريك له، لا شريك له، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا إنسا ولا جنا ولا قبراً ولا قبةً يجوز أن تشرك مع الله سبحانه وتعالى، فكل هذا باطل، وهو الشرك الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار وشرع العبادة، بل وخلق الخلق لأن يجتنبوا الشرك وأن يوحدوا الله عز وجل. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهي التي في الآية.
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله يعني وحدوا الله. وفي هذا دليل على تلك الجماعات التي تسمى زورا بالإسلامية، ونحن لا نكفرها، إلا أن الإسلام الصحيح من منهج هؤلاء جميعا براء، لأن الإسلام لا يقر تعدد الجماعات ولا يقر الحزبية فيه. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي فرقا وأحزابا وجماعات، لست منهم في شيء، أي لا تكن مع هذه الأحزاب وهذه الطرق وتلك الجماعات. ففي الآية رد عليهم جميعا. ما هو؟ منهم من يدعو إلى فضائل الأعمال كالجماعات التي تخرج إلى المساجد وتسكن فيه 3 أيام أو يزيد، ويقيمون فيه الطعام والشراب، وليست لهم دعوة إلا في فضائل الأعمال، لا يتكلمون في العقيدة التي ما أرسل الله الرسل والأنبياء إلا لها، وما خلق الجن والإنس إلا لها، وما أنزل الكتب إلا لأجلها. وفيها رد على تلك الجماعات التكفيرية الخارجية الذين يكفرون المسلمين ويجعلون دعوتهم قائمة على تكفير المجتمعات المسلمة وإقامة التفجيرات والحروب بين المسلمين، وزعموا أن ذلك جهاد في سبيل الله وهو في سبيل الشيطان. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وفيها رد على من يقول من عامة الناس: لماذا تكثرون الكلام في التوحيد وتكثرون النهي عن الشرك؟ الجواب: نكثر الكلام في التوحيد والنهي عن الشرك لأن الرسل جميعاً بلا استثناء ما جاءوا إلا لهذا، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولا شك أن الرسل جاءوا في أقوام مشركين، ولكن كان فيهم من يعرف الله، بل كان فيهم من يعبد الله وحده وليس من المشركين، كزيد ابن عمرو ابن نفيل رحمه الله تعالى، الذي لم يدرك نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بحث عن الدين الحق ولم يشرك بالله طرفة عين، وقال حينما جاءه الموت: اللهم إني أشهدك أني على ملة إبراهيم حنيفا. فجاء ابنه سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي قد علمت خبره، فما حاله في الآخرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أباك يبعث يوم القيامة أمة وحده. فرغم أن هناك من الناس كهذا وغيره من كان موحدا، إلا أن الرسل جاءوا بقولهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ففيها الفائدة الكبرى والعظيمة، أن الموحد لا بد أن يذكر بالتوحيد وأن ينهى عن الشرك وأن يكرر له الكلام في هذا الأمر من غير ملل. ويكفينا أن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك يا محمد
وإلى الذين من قبلك الأنبياء والرسل والأقوام لئن أشركت يا محمد يا رسول الله لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا إمام الموحدين يأمره الله بتوحيد العبادة بل الله فاعبد، وينهاه الله جل وعلا عن الشرك وهو لم يشرك أبدا. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فمن هو أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا ينبه بالتوحيد ويحذر عن الشرك؟ من هو أفضل من رسول الله؟ لا يوجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، كما في البخاري: فإني أخشاكم لله وأتقاكم لله وأعلمكم بالله الحديث. ومع ذلك يقول الله له: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وفي الآية التركيز على توحيد العبادة، لأن الله يقول فيها: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وتوحيد العبادة هو الألوهية، وهو الذي وقع فيه النزاع والخصام، ووقعت فيه جميع الحروبات والغزوات: غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الأحزاب أو الخندق، تبوك، وغيرها من الغزوات. ما جاءت وما حدثت إلا من أجل توحيد الألوهية: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإلى الذين يتكلمون عن السيرة، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم لما يتعلموها بعد لكنهم حفظوها كاملة وجهلوها كاملة. هؤلاء الذين يتشدقون بالسيرة في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، وما علموا أن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها ما كانت إلا من أجل التوحيد. فغزوة بدر السبب فيها الشرك بالله، وأحد السبب فيها الشرك بالله، وكذا باقي الغزوات. والنبي عليه الصلاة والسلام في أول يوم أرسل صعد إلى الصفا وقال: يا صباحا يا صباحا يا صباحا. فاجتمع أهل قريش وبطونها فقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ومعناها الذي في الآية: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولما كان في آخر أيام حياته صلى الله عليه وسلم كان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى. لماذا لعنهم الله؟ اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وفي هذا خطاب إلى أهل القباب وإلى الذين يعبدون القبور والأضرحة ويتبركون بها ويعتقدون بأصحابها ويستغيثون ويستعينون ويتوكلون على الموتى الجف، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم
فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وفي أثناء حياته صلى الله عليه وسلم ما ترك الدعوة إلى توحيد الله ولا لحظة من اللحظات. ركب على الحمار فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. سار في الطريق ومن خلفه ابن عباس فقال: يا غلام، إني معلمك كلمات. إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك. الحديث. وقال في حياته صلى الله عليه وسلم: يلقى العبد ربه يوم القيامة فيقول الله للعبد: لو كان لك مثل ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به من عذاب يومئذ، من عذاب هذا اليوم؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول الرب: إني قد أردت منك أهون من هذا، أردت منك ألا تشرك بي شيئا وأردت إلا الشرك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، والجزء الثاني من الآية: واجتنبوا الطاغوت. لم يكتفى بالأمر بالتوحيد أن يعبدوا الله، لأنه لا بد في دعوتك أيها الداعية وأيها العالم وأيها الإمام، لا بد أن تتكلم عن التوحيد، ومعه أن تنهى عن الشرك، لا بد. ولذلك قال: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فلا بد من التحذير من الشرك، لا بد. ومن لم يحذر من الشرك ولو تكلم في الأمر بالتوحيد ولم يتكلم عن الشرك ببيان واضح، لم يدعو إلى التوحيد كما أراد الله عز وجل. والكلام بالشرك لا بد أن يكون واضحا مبينا مفصلا، لأن الله تعالى قال: واجتنبوا الطاغوت. فبين الله سبحانه وتعالى، والطاغوت هو الشيطان، وهو كل ما عبد من دون الله وهو راض. واليوم في بلادنا وبلاد المسلمين إلا من رحم، من يعبدون من دون الله وهم راضون، بل هناك من يأمر الناس بعبادة نفسه أمرا ويوجب عليهم ذلك إيجابا، كما قال صاحب الزريبة الذي أهلكه الله وأراح منه البلاد والعباد والدواب والشجر، قال: في كربك أنده، أستاذك يا فقير كن عنده ذليل حقير، في كربك أنده بدغيثك جنده. وهذا شرك، ودعوة إلى عبادة العباد
من دون رب العباد. وهؤلاء طواغيت رضوا أم أبوا؟ هؤلاء طواغيت لأنهم أمروا الناس بعبادتهم. ويقول أيضا: زرت حجة ورؤياه عيد. شيخ المسيح، إذا زرته تعدل زيارته حج بيت الله الحرام ورؤياه عيد. هذا شيخ المسيح، كله شرك بالله. ويقول: في الليلة الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي، شرك بالله سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم الطواغيت، لا تذهب بعيدا، هؤلاء هم الطواغيت الذين أمروا الناس بعبادتهم وأمروا الناس بالشرك بالله عز وجل، ودافعوا عن الشرك وحاربوا التوحيد ونشروا الفساد وضيعوا الدين، قبحهم الله جميعا. فوجب الرد عليهم، ووجب حربهم بالعلم بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد حذر الله في هذه الآية: واجتنبوا الطاغوت من الشرك بالله، لأن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فهو موجود. فالتبرك بالقبور والقباب شرك إذا اعتقد الإنسان أن البركة منها، وبدعة ووسيلة إلى الشرك إذا اعتقد أنها سبب. ودعاء أصحابها شرك بالله. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولبس التمائم والحجبات، لبسها شرك بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك، والحلف بغير الله شرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. الذي يقول وحات الرسول، وحات النبي، وحات سيدي حسن، وحات سيدي فلان، وحات شيخي علان، وحات أبوي، وحات أمي، وحات الكسرى، وحات النعمة، وحات فلان، وحات أولادي ديل، شرك بالله. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو لا يصمت. نسبة النعمة لغير الله شرك. لولا فلان لم يكن كذا، لولا الله وفلان لم يكن كذا، لولا هذا الكلب لأتانا اللصوص، شرك بالله. التشاؤم، التطير، وشك اقطع الخميرة من البيت، فلان ده وشه كج وشوم، شرك بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. قالها 3 مرات صلى الله عليه وسلم. فمن أمن الشرك وعبادة الطواغيت فليبشر بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ونبيك وخليلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم وأحكم. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.